مين أخطر فريقين أنت قاعد تراقبهم في الدوري السنة هذه وتعتقد أنهم راح يكونوا منافسين حقيقيين للشباب؟ شوف أبو بدر، إحنا لما نقول الهلال منافس دائم هذا شيء التاريخ يثبته، هذا واحد. ولكن الهلال أي بس لا لحظة، الهلال السنة هذه في ظرف خارجي يعني أثر عليه. الهلال سن لاعبين السعوديين يعني الهلال سواء سالم الفرج ليس بالسن الصغير. الهلال بعد مشاركة المنتخب والتمارين الكبيرة اللي شفناها في المنتخب يعني يحتاجون إعداد وإجازة كاملة وإعداد من الصفر، الوقت ما راح يسمح. الهلال كان يعني خلنا أعطي مثال نتكلم بمنتهى الصراحة، الهلال نموذج ترى، نموذج إداري يحترم خلف رئيس مميز فهد بن نافل، خلفه شخصية كبيرة جدا الأمير الوليد بن طلال، مخطط بارع ما في شك. وكان الهلال العام دفع له كم في الشتوية؟ 100 مليون، وعدل فريقه السنة ذي عند منع. فإذا لا سمح الله جت الإصابات، إصابة إصابتين، احنا شفنا حتى في بداية الموسم هذا لما جت بعض الإصابات تعثر شوي، فما تدري. لكن النصر الاتحاد أكيد أنهم فرق منافسة والهلال كذلك، لكن الهلال يعني تنتظر وتشوف. طيب احنا قلنا نبغى فريقين، الهلال واحد، والله كلهم يعني انا اعتقد ان النصر والاتحاد يمكن السنه هذه فقط استثناء يكونون اخطر من الهلال، الا لو انشال عدل الوقف، لا لانه الهلال عنده وقف تسجيل. فانت شايف ان النصر والاتحاد هل الاتحاد بيرجع هل الاتحاد شوف هل الاتحاد بيرجع عنده وقف او شيء؟ هذا انا ما ادري عنها. لكن اي فريق ما حيكون عنده فرصه للتسجيل في الشتويه اكيد انه صعب يستمر في المنافسه.